يا طاهر؟ تفضل قاعد كده لوحدك؟ ما جايه في حياتك، شد حيلك. حيلي انقطع وهدان وسندي انكسر. الله يرحمك يا ابوي، وجوده جنبي كان مصبرني على حاجات كتير. حنيته كانت بتقويني على الشرور اللي حوالي. عندك حق، عندك حق. الاب ده نعمة كبيرة جوي، ما يحسش بيها غير اللي انحرم منيها زينا. احنا انحرمنا من حاجات كتير، بس كلكم ودينكم تاني. الله يصبر. اسمعوا، انا حقابل عمي طاهر، رتب لي الموضوع. حاضر يا كبير. طاهر، انت مالك كده من يوم ما رجعت من بلدكم؟ حصلت حاجة؟ تشغلش بالك يا سيد الناس، دي كلها حاجات بسيطة. عاوزين تكبروا على جفاي وانا ساكت؟ والله ما كانش العشاء. هو انت كان حد عارف لك طريق جره اياك؟ اديني جيت اقول لكم انه دياب البطاش لسه عايش ونفسه ما تكتمش في الدنيا. ما عاش ولا كان اللي يكتم نفسك يا ود اخوي، بس انا عاتب عليك. عتبان علي فيه؟ ليه تنقل البضاعه من المخازن من غير ما تدينا خبر؟ ده بسط رد عليكم بعد ما بعتوا بضاعتي بدون ما تدوني خبر من مخازني. المهم فين بقيت البضاعة دلوقتي؟ البضاعة دي حقي وورثي من ابويا واخويا. وافرض خدت البضاعة يا سيدي ياب، تقدر تقول لي كده هتعمل بيها ايه وانت هربان من الحكومة؟ انما انت لو معانا هنزوجها لك، هنزوجها لك ونحولها لك فلوس صايلة كمان تسندك وقت ازمتك. برافو، برافو عليك يا دمام، بس على شرط. شرط ايه؟ تدوني حقي من البضاعة اللي بعتوها. وماله؟ حقك موجود، 50% من ثمن البيعة تاخدهم على دير مليم. 50%؟ والبضاعة كلها ملكي. ونسيت ثمن التسويق إياك. 50% ثمن التسويق؟ وهي سهلة يا دياب، دي مخاطرة واعرة قوي وأنت عارف. ولولانا كانت بضاعتك في المخازن صدت من زمان. ده آخر كلام؟ أيوه ده آخر كلام يا دياب يا بطاش. ولا ما عجبكش روح دور على حد غيرنا يسوقها لك، بس خلي بالك للهفه منيك وانت هربان من الحكومه ومش داري بحاجه. اعجل يا دياب وفكر في مصلحتك وارضى بنصيبك بدل ما تطولش حاجه. وما تنساش وضعك دلوقتي، لازم تعرف يا دياب انك هربان من حكم الاعدام وما انتش حر نفسك، يعني لو جزفت في لحظه ممكن ينقبض عليك وتخسر كل حاجه. ها قلت ايه؟ ماشي يعني موافق. طاهر المصطفى حيكون حلقة الوصل بيني وبينك، حيقول لكم على كل حاجة وتدوني حقي بعد كل عملية. يبقى اتفقنا يا ود اخوي. اتفقنا، اتفقنا يا عم. كلها كم ألف وجاي لك يا أطلي. جنرال عايزك تقول لي إيه رأيك في الصورة دي؟ إيه؟ يا ابن الجنية، ده شبه الخلق الناطق. شبهك؟ يعني مش أنت؟ قول لي هذا دولار. هو أنت تعرف ترسم أي حاجة وأي حد كده؟ أه بعرف أرسم أي حاجة وأي حد، بس على شرط يكون الحاجة اللي بحبها والبني آدم اللي بحبه. أنا صح؟
تصدق فنان انا برضه خد بالك. تسلم ايدك يا حبيبي يا جنرال. ايه ده؟ ده مش قلت لك الحاجه اللي بحبها والبني ادم اللي بحبه. ولو كبرت وبقيت شبه ابوك يا واد يا منصور احلويت يا واد كده. يا واد ما تطلعش شبه امك. انا زعلانه منك يا منصور. مش تبقى شبه امك. ادخل. صباح الخير يا ام منصور. صباح الخير يا منصور. يسعد صباحك يا وداد. طاهر في المندره تحت وعاوز يجابلك. طب خليكي مع منصور اوعى تتشاجع عبات ما جيلك. ها صباح الخير يا ام منصور. يسعد صباحك يا طاهر. براوة عليك انك ما عوجتش علي. هو نقدر ده احنا عندنا حاجات يامي ولازم نوفيه. يا مسهل يا رب. بقول ايه المفاتيح ها. روح انت وما تعوجش علي. هو انت مش جاي معاي؟ مش هينفع. الواد منصور سخن هبابي ومش هينفع اسيبه واجي معاك. روح انت دار امان. يعني هو انت واثقه فيها للدرجه دي؟ طبعا يا طاهر. امال ايه ده كفايه وقفتك معايا الفتره اللي فاتت كانت وقفه راجل صح. خدامك يا ام الغالي. تعيش يا طاهر. طب انت مش عايزه مني اي خدمه؟ لا بس روح بسرعه وتعالى اديني المفاتيح. ها وخلي بالك على نفسيك. كله على الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ انت حسام الهلالي؟ ايوه انا حسام الهلالي. انت مين؟ انت ما تعرفنيش ولا عمرك شفتني قبل كده لكن انا عارفاك كويس قوي ومش ههدى ولا يهنالي بال غير لما اخد بطاري منيك. ايه ده اصلا؟ دراست انت وانا اعرفك؟ عمري شفتك قبل كده؟ عايز تعرف انا مين؟ انا حكمت. لا اله الا الله. حصل لنا الرعب يا ست حكمت. ممكن اعرف بقى حكمت مين؟ مرات دياب البطاش اللي قبضت عليه وقتلت ابوه واخوه. قتلت معاه اخوي المحروس وحركت قلبي عليه. انا قمت بواجبي. جوزك واهلك هم اللي غلطانين. بدل ما تيجي تلوميني يا ست حكمت روحي لومي عليهم ان هم مشوا غلط. عيشتك لغاية دلوك هي اللي غلط. بس أنا هصحح الغلط دي وقريب قوي. الله 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 الله. ده أنتي جاية فردة قلوعك بقى وبتهدديني. لا أنا جاية برد ناري واتشافى فيك لحد ما يقون الأوان واخد بتاري منيك وريحهم في قبرهم. جوزك غدر بيا وضربني في ظهري وأنتي بسلامتك جاية تهدديني النهاردة. يا سلام. ده انتوا عيلة بجحة بجاحة. واضح ان الخيانة والوساخة والجبن مقصلين في عيلتكوا حتى النسوان. اسمع يا ست انتي. انا لما جيت اواجهكوا جيت من وشكوا ما لفتش زي الحية وجيت من ظهركوا علشان انا على حق وانتوا على باطل. قبل حكمت الزيارة انتهت. أني بحتكم على 50,000 جنيه؟ أني مش مصدق نفسي. الله يرحمك يابا. لو كنت شفت المبلغ ده كنت مت تاني. اتدفوا جنب بعضيكوا اتدفوا. ربنا يخلي لنا سي منصور الصغير اللي أدم وأدم الساعة وحيخلينا نعوم على وش الفتة. ولع لي يا زميلي. وماله؟ في مصلحة تعض فيها معايا؟ أعض؟ ما أعضش ليه؟ ارغي.
المعلم ابو لغم بيصبح عليك وبيقول لك في واحد في زنزانتك عايزين نفسحه. وانا ايه المصلحه اللي هتقعد عليا؟ 10,000 جنت، نصهم في اول عمليه والنص الثاني بعد ما تخلص. وده مين ده بقى اللي امه هتلبس عليه اسود بالصلاه على النبي؟ حسام الهلالي. لعله خير ان شاء الله. انت تعرفه ولا ايه؟ ايه اللي اعرفه؟ ده اعز قعد قائل. حلوه دي يا صاحبي. سلام. سلام. والله وقعت على حجر يا حضرة الصاب. توحشتك قوي 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 يا سيدياب. وانا كمان توحشتك. الله يرحمك يا ابوي، كان نفسه يشوف ولدي وهو راح ما شافش ولدي. حقك علي منصور، سامحني يا ولدي، سيبتك من غير لا ظهري ولا سند. ما تقلقش يا سيدي، انا ظهره وسنده لحد ما ربنا يلم شملنا من تاني. جدها وجدود يا حاج، عشان تعرف اني جده منك اتجوزت مره بمية راجل. انا كلمت ابو لغم عشان ما يقتل ود الهلالي، ورحت له وتشمت فيه كمان. رحت لمين؟ ود الهلالي. ايه اللي خلاك تعملي كده؟ كيف تروحي له وتخليه يعرف شكلك وفصلك وصلك؟ غصب عني يا سيدياب، نار التار كانت قايده جوايا، ما فشيتش غلي غير لما رحت له في حبسته وتشمت فيه كمان. وبعدين ما يعرف شكلي، ما هو ميت ميت. اللي عملتيه ده اكبر غلط وكفايه لحد كده. يعني ايه؟ يعني تطلع برا الموضوع، ده تاري وانا اللي كفيل اخده. واه، تنسيت انه قتل محروس اخوي؟ يعني طار انا كمان ولا يمكن اهم الواصل؟ كفايه لحد كده. ووعاكي اسمع انك هوبتي ناحيته تاني، فاهمه ولا لا؟ فاهمه يا سيدي. الا بالحق انا جبت لك نصيبك من ايراد البضاعه. الله يرحم اللي راحوا، الكلاب ما كانوش يستجروا يعملوا كده قبل سابك. انسى انسى يا سيدياب. المهم شفت الواد منصور بيجي شبهك صح صح. انت تلاقيك بتحب 16 واحده عريان في وقت واحد، نصب في الحب يعني. لا مش قوي يعني، بس في منهم اللي كنت ايه بنصب عليهم وبحبهم في نفس الوقت. وسخ. عملت لك ايه انا؟ عملت لك ايه؟ حاطط نيرك من نيري ليه؟ انا لو عايز اذبحك دلوقتي هذبحك، بس انا مش وسخ زيك. ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ انتوا الاثنين حبس انفرادي عشان تبطلوا تتخانقوا مع بعض. يلا خدوا يلا يا باشا. هو خلاص مش عايز ولا كلمه. وادي يا سيدي الصندوق اللي اتفقنا عليه. تعيش يا ريس طاهر. شوف بضاعتك قبل ما تمشي. عيب يا ريس، الدار امان. ويعني انت هتروح فين؟ طيب يعني طالما الدار امان فين فلوسك؟ وادي فلوسك اهي. تسلم تسلم وتعيش. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الف سلامه. كده حلوت على الاخر. كل صندوق ابيعه أسلك منه حتتين سلاح وأبيعهم لحسابي، ولا من شاف ولا من دري. وحشتيني. أنت كمان وحشتيني. بقيت احب الحبس الانفرادي عشان بشوفك يا سلمى. تكونش ناوي تورثني بالحياة وتكوش على الورث لوحدك
واختك ومرات اخوك ما يطلوش ولا مليم. ايه ده؟ انا حاج؟ ايوه انت، بس ده مش هيحصل ابدا طول ما انا عايش وفي الروح. يعني ايه حاج؟ يعني هكلم المحامي يعمل لي وصية بتلت الميراث لمرات اخوك وبنتها علشان احميهم من غدرك. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده حاج؟ ده ما يرضيش ربنا ولا شرع ربنا ابدا. بالعكس، ده هو ده الشرع اللي قال عليه ربنا. يبقى انت كده راجل ظالم وبتظلمني، ولو حصل الكلام ده لحجيب عليها وطيها وبكره تشوف. انت بتشتمني وبتعلي صوتك عليا يا كلب. بقولك ايه، تلاتة بالله العظيم قسما عظما، لو رجلك دي هوابت عتبة المحامي لارفع عليك قضية حجر ان الراجل ده اتجنن وخرف. حجر انت مش ابني، انت مش ابني، انت شطان. قلب بطل بقى الحركات بتاعتك دي كل مره وتشفط قلبك وتروح مرمي على الكنبه. ايه ده بابا بابا يا سوخ نايل، الراجل شفط قلبه ومات ولا ايه؟ جبت الحاجات اللي قلت لك عليها؟ ايوه يا كبير، بس انا عاوز اسال، احنا هنقعد هنا كتير؟ شكلها كده لما اشوف اخرتها مع عمي وعيالي. اهدى، هما لسه عاوزين ال 40% عموله برضك؟ ما قدامناش حل غير كده. انا عارف انه طماع وبيستغل وضعي، بس نعمله ايه؟ طالما الواحد مكسور لازم نطاطه ونرضى بالموجود. صح، والله يسامح عمك وعياله. عمل لنا حاجه ناكلها. عيني انت بتعمل ايه هنا يا ضيا منتن انت؟ ولا حاجه يا اخوي، داني بس سمعت الانارب بتصرخ فافتكرت في حرامي ولا حاجه. لا وانت امين قوي يا روح امك. اكيد يا اخوي، ما هي حاجتك حاجتي. لا يا اخوي حاجتك حاجه وحاجتي حاجه تانيه، واياك تدخلي الحاجات في بعضيها. اللي تشوفه يا اخوي. وبعدين حسك عينك تهوب ناحيه عيشه الارانب دي تاني. ليه هي فيها؟ ما فيهاش حاجه يا اخوي، ما فيهاش حاجه، بس زي ما تقول كده الارانب بتتنظر، وانا كل ما ابص لهم الاقيهم اتمقتوا كده وخسوا وكشوا. ما تخافش يا اخوي، عيون الحبايب ما بتحسدش. لا بتحسد اليومين دول يا اخويا، بتحسد. تفو عليك وعلى ضحكتك النتنه. شد حيلك يا حبيبتي، البقاء لله. شد على الله يا حاج، والله تعبناكي معانا. اوعي تقولي كده، ده احنا اكتر من اهل. الحاج طول عمره كان راجل طيب، ربنا يجعل نصيبه الجنه ان شاء الله. امين يا رب. حبيبتي خلي بالك من نفسك، انت واخوكي دلوقتي ملكوش غير بعض. قولي لها يا حاجه، قولي لها ده الدم عمره ما يبقى ميه. والله منير مش مخليها محتاجه اي حاجه خالص، واخد عهد على نفسه قدام ربنا انه هيكون في مقام ابوها واخوها في نفس الوقت. محدش عملها قبلك، الناس طول عمرها بتترجى الرحمه مني ما برحمهاش، وعمري ما احتجت لحد. تيجي انت تعلم عليا؟ جميلك ده على راسي يا عمو، ومن النهارده يحرم عليا اذيتك لمين دي. يعني خلاص لعله اصحاب واخوات وحبايب ولا هتغدر؟ انا بفهم في الاصول، وعلى فكره بقى انا كنت مزقوق عليك واخد عربون كمان. مزقوق عليا؟ مين اللي زقك؟ الواد زين. زين؟ ومين اللي زق زين ده؟ واد اسمه ابو لغم. ابو لغم وزين؟ بقول لك ايه، سيبك من ابو لغم وسيبك من زين، قول لي لعل ايه اللي حدفك الحادثة السودة دي؟ ما تقوليش انا ماليش دعوه، انا بتاع الصعيد وكانت القضيه 6 شهور. انا افتكرت
طمعي وغباوتي. ما انت عارف انا طول عمري شغال في البلطجة، قلبت التخصص وقلت اشتغل في النصب، طلعت الطلعة والتانية وللأسف بقى في التالتة وقعت وشرفت هنا 5 سنين. ما دي غلطتك يا اخي العلو. هو سكتنا له دخل بحماره، كنت ماشي في البلطجة والاشياء بومبون، ايه اللي خلاك تغير الكارير بتاعك؟ النصب ده فلسفة، علم، شياكة، اخلاق، دخلت بالحمار خليه يلبس البس. سيبك منه يا معلم، ما هو الله الشاطر. عندك حق يا بوب، ما هو الله الشاطر. يا حسام باشا انا عايز اقول لك على حاجه، ما تزعلش مني والنبي على اي حاجه انا عملتها في حق الغلط وعلى ماده ايدي اللي عايزه تتقطع دي. سماح يا سيدي ولا يهمك، احلى واحده كوكو في الدنيا. طب بمناسبه القعده العائليه دي، مش عايزين تصلحوني انا كمان؟ صحوا صفحه جديده معايا. ايه في حاجه بس استاذ العلو كان واخدها مني في الاول خالص، نضاره مش شايف اي حاجه خالص. لعلو عشان خاطر، عشان خاطر حسام باشا النضاره. انا اكرمك يا رب حبيبتي، وحشاني قوي. ايه ده 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 ايه يا عم؟ في ايه شايف عفاريت ولا ايه؟ ايه المنطقه المعفنه اللي احنا قاعدين فيها دي؟ لا 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 خدها يا استاذ. خد ايه؟ خد ايه؟ البس، انا تعبت من جرجرتك طول النهار. اتفضل يا حكمت، ده نصيبك من اراضي المنحل، وده نصيبك من ايراد بيع المواشي، ودي نصيبك من اراضي المزرعة. ما شاء الله، ده الخير جالكم مره واحده. والله الخير جالنا من يوم ما شفناك انت يا وش السحر. ده لولاك انت ما كانش ولا واحد فينا حقق مشروعه. تعرفي احنا بقالنا سنين بنترجوا ونتمنوا نحققوا احلامنا، لكن ما كانش ممكن. وايه اللي مناك؟ الكبير الله يرحمه كان متحكم وما كانش رايد يساعدنا واصل. لكن لما انت جيتي وتحكمتي واديتينا فرصة وخليتينا نشم نفسنا. ربنا يخليك لينا يا وش السعد. ربنا يديم المعروف. دي وش سعد، دي وش بومي. ست حكمة. ايوه يا سمار. في واحد اسمه بلغم برا عند البوابة الكبيرة رايدي جابلك. قولي له طلعالة. حاضر يا سيدي. بالإذن يا رجال. اتفضل يا كبيرة. يا الكبيرة قال رجال آخر زمن. الحمد لله على السلامة يا أبو لغة. الله يسلمك يا كبير. طمني، سبع ولا ضبع؟ بصراحة كده قطة بسبع ترواح. يعني ايه؟ يعني ود الهلال لسه عايش، محاولة قتله فشلت. يعني ايه محاولة قتله فشلت؟ هو كبير على الموت ولا كبير على الموت؟ المرة دي فلت مني، لكن أوعدك المرة الجاية مش هيفلت مني أبدا. لو سيدياب علم بالموضوع ده هيزعل منيك. أنا عشانك ده خبرتك أنت، وعشمان ما تخبريهوش إلا لما تجيب لكم خبره. ماشي، مش هنخبره إلا لما تجيب لنا خبره. يلا. تسلم يا كبيرة، بالإذن. إذنك معاك. كل يا سيدي الناس. يا ساتر يا رب. إيه ده؟ إيه ملوخية وأنارب. أنا ما بسألش على الملوخية، أنا بسألك إيه ده؟ أنارب. ده انت وقعتك صوده ومخططه باسود، ده اني هسلخ لك جلدك وعرقشك بسناني. يا حستي ليه بس يا راجل؟ ده اني لابسه لك الاحمر. ده انت مفيش احمر منك، انت يا وليه انت، اني مش منبه عليكي، محدش يدخل عشه الارانب عشان الارانب ما تتنظرش ويجي لها فره وتموت. طب والنبي ما عتبتيه ولا جيتنا وحييه؟ امال جبت الارانب ده منين؟ اشتريتها من عند ام شعبان اللي فاتحه جنب ترمبه الميه عشان تشد ركبك وترم عظمك. يا وليه ده اني ركبي حديد، واوضه النوم دي تشهد على كده. اصبري بس، اصبري لما اكل واني حوريك الرجوله اللي عمرك ما شفتيه. قلت لما اكل، ده انتي متصربعه على ايه؟ طاهر يا طاهر، أنا جيت. طاهر نام يا أخويا نام، ما هو ده اللي انت فالح فيه، تنام وتشخر.
ولا انا ركبي حديد وقط النوم تشهد. طب اشهد يا قط النوم، يا خساره جوز الانارب اللي انا عملته. يا ريتني كنت عملت لك فول نبت كان وفر لي. يا فارسني، عايزك تسمعني كويس يا عمر. الايد السابقانه كسبانه، عشان كده عايزك بسرعه وفي اقرب وقت تقعد مع سكان العماره بتاعتكم. هيحصل ان شاء الله يا حبيبتي. بس عايزه اقول لك حاجه، عايزك وانت قاعد معاهم تكون ذكي وواعي قوي، يعني تشتري ما تبيعش، وتحاول تقنعهم انهم يسيبوا الشقق باقل سعر عشان نفضي العماره بسرعه ونهدها ونبيع الارض. ما تقلقيش، كل يوم ولا يومين واقعد معاهم ويحصل كل اللي انت عايزاه ان شاء الله. بجد يا عمر، ربنا ما يحرمنيش منك. وما يحرمنيش منك يا احلى لولا في الدنيا. فين اعلام الوراثه يا منير؟ ما عملتوش حد دلوقتي ليه؟ وانتي عاوزه اعلام الوراثه ليه؟ عشان ورث معتز. انسي. يعني ايه انسي؟ مش فاهم. معتز الله يرحمه ملوش في الورث. يا راجل، حتى الورث عايز تقزمه على مزاجك. انا مش بقسمه، ده شرع ربنا. وشرع ربنا بيقول لك ما تورثش اخوك؟ واضح انك انتي ما قريتيش كويس في الشريعه. انا بقى هفهمك. معتز الله يرحمه مات قبل ما يموت بابا، بالتالي معتز ملوش ورث لانه مات قبل بابا. مين اللي يورث بقى دلوقتي؟ ولاده اللي عايشين، اللي هم انا واختي. ربنا يخلينا لبعض. مستحيل، الكلام ده مش ممكن يبقى مظبوط. لو مش مصدقاني عندك دار الافتاء، ممكن تروحي وتسالي. ما كنتش اتصور ان سفرتك دي ممكن توصلك انك تستفيد من الموت. في حاجتين كمان عاوز اقولهم لك قبل ما تمشي. اؤمر. في ايصال صغير كده على معتز الله يرحمه ويحسن اليه، كتبوا على نفسه ب25,000 جنيه، لازم تدفعيهم، ولو ما دفعتهمش هوديهم المحكمه. كمان ده غير بيت الحلميه اللي ورثه معتز من امه، لينا نصيب فيه ومش هتنزل عنه ابدا، وده شرع ربنا. ربنا؟ هو انت تعرف ربنا؟ بقولك ايه يا منير، انا زهقت منك، ومن هنا ورايح بيني وبينك المحك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. المخازن قربت تفضى، وعمك علام عايزك تكلم له الناس اللي بره عشان تجيب له بضاعه على حسابه. الله عشت وشفت، عمي علام وعياله بتجروا في السلاح. امال يا كبير، دي حالتهم اتعدلت وقشيتهم بقت معدن على الاخر. قول له دياب موافق، بس على شرط هاخد 25% نسبه عموله. حقك يا كبير، هو يعني اللي بيكسبوه شويه. كلامك صح، هقول له بالاذن. استنى يا طاهر، وقول له كمان يفتح حساب برا مصر عشان يقدر يحول فلوس للراجل الكبير، وقول له يحط فيه على الاقل 5 مليون دولار. يا دين النبي، 5 مليون دولار؟ هو ليه يعمل مبلغ زي ده في الفترة دي؟ ولما يفتح الحساب يديني خبر عشان أخبر الناس اللي بره يجهزوا نفسيهم. حاضر يا سيدي الناس، بالإذن. 5 مليون. يا كبير، أنا خايف جو من طلب عمك علام ده، وخايف أكتر لا يكبروا عليني. ما تقلقش، هو بيعمل كبير على الناس اللي جوا مصر، بيساعدوه بنقل البضاعة على الحدود، أما لو طلع برا يغرق بشبر المية. ده عمي وأنا عارفه. عارفه؟ وما أنت عارفه يا كبير، كيف هتعمل له؟ كيف؟ عموما أنا قلت لك أنا مش مطمن له. قاعدين حنجربوه بالعملية دي ونشوفوه، وعلى أقل وهدان نكسب عمولة السمسرة. ده من ناحية، ومن الناحية التانية الناس اللي برا يعرفوا إني رجعت على السوق. فعلا يا بنتي، اخو جوزك عنده حق. طالما جوزك اتوفى في هالحياه ابي، يبقى مش من حق بنتك تورث بتركه جدها، وتتقسم التركه على الاعمام والعمات الاحياء حسب الشرع. ليه؟ مش ده برضه جدها؟ ايوه مدام، بس وجود العم اللي هو العصب يحجب بنتك عن الميراث في تركه جدها. لا، الكلام ده اكيد مش مظبوط. هي مدام ده شرع ربنا ومحدش يقدر يخالفه. استغفر الله العظيم، انا مش بتدخل في الشرع، بس اكيد في حل. يا مدام ايمان، بنتك ممكن تورث في حالتين. اللي هم الحاله الاولى ان جدها يكون وصى ليها بجزء من التركه قبل وفاته. ده ما حصلش. الجزء الثاني ان حد من عمامها يوهب لها جزء من نصيبه ويديهولها. انسي ان ده يحصل، ده عمها لو قدر كان هياكلها. خلاص، يبقى مفيش حل غير الوصيه الواجبه. ايه الوصيه الواجبه؟ الوصيه الواجبه هي الوصيه اللي اوجبها القانون للحفيد اللي مات ابوه في حال حياه جده،
وما كانش جده وصله بجزء من تركته بعد وفاته. القانون هنا اوجب الوصيه الواجبه للحفيد وخلاه يحل محل ابوه في نصيبه بشرط ما يزيدش عن التلت. حضرتك متاكد من الكلام ده؟ طبعا ده كلام قانوني ما اقدرش اقول غير كده. متشكره جدا، انا مش عارفه اشكركم ازاي بجد. تشكرين على ايه مدام ايمان؟ ده شغلنا وده واجب علينا. اهم حاجه تبداي تجهزي لي التوكيل عشان ابدا اتابع اعلام الورثه، وربنا بقى يقدم اللي فيه الخير. حاضر باذن الله. طب انا عندي سؤال، انا عارفه انه ملوش علاقه بالموضوع بس نفسي اساله لك من اول ما قعدنا. اتفضلي. طبعا. هو انا شفت حضرتك فين قبل كده؟ أخيرا ربع أرنب بحاله. أني مش مصدق نفسي يا أولاد، ده أني حصورك من الفرح. يا حلاوتكم يا حلاوتكم، ياه أول مرة أحس بالأمان. أخيرا بقيت قوي ومحدش هيقدر يزلني بعد النهاردة. شاهين، احنا لازم نتكلم. ما بقاش في بينا كلام يا ساهر، خلاص. جرايه شاهين، انت عايزه تتفرج علينا الناس؟ ولو ما مشيتش دلوقتي حالا هفرجهم عليك بجد. عن اذنك. او اسألوا، مش انت كنت نازل تحط على ارض في الصعيد وانا كنت لسه ونازل؟ جنرال فوكس. جنرال يا فوكس. فوكس اسعاف 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 بسرعه.